بسيطة يا شيخ بارك الله فيك. نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق خارج المسجد، فإذا خرجوا يعود يدخل المسجد، هل هنا هذه الحالة يصلون تحية المسجد ولا لا يصلون؟ لا يصلون تحية المسجد، ما يصلون. هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي هي قريبة من المسجد ثم يرجعون، لا ليس عليهم تحية المسجد، كما لو خرج الإنسان يتوضأ من حمام المسجد وهو قريب ثم رجع فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد. نعم.